وهلا حديث البلد مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة. تفضلي يا ستي فاتن. تفضلي. فاتن حمامة واهلا وسهلا فيك بحديث البلد بعد هالغيبة الطويلة عن الشاشة الصغيرة. مساء الخير يا حبيبتي ومساء الخير كلكم. اهلا اهلا. هو الحقيقة ما فيش حاجة بتفتح النفس تخليني ان انا اطلع على التلفزيونات المهببة. دي كلها اخبار وحشة. بس بيني وبينك لما عرفت انكم عاملين امبراطورية ميم تانية هنا منى وميشيل فقلت بالمرة احيي امبراطورية الام تي في كلها واسترجع ذكرياتي. واسترجع ذكرياتي في الفيلم مع ولادي محمد محمود ممدوح مصطفى من الومونة في مبارك كمان الرئيس رئيس الجمهورية. أصلي هو كان راجل طيب وابن حلال وكان بيزعل علشان ناس الغلابة. والله أصلي هو كان راجل عنده أصول. قصدي أصول يا أختي. أصول أنا اتلخبطت في حرف ولا حرفين مش فارقة بقى. ده أنا بقالي زمان مش عاملة مقابلات. كيفي ما تجيبيلي التليفون ليكونوا العيال عايزين حاجه كده ولا كده هما دايما دوشني. متشكره يا حبيبتي. بس يا ست فاتن انت ما عندك موبايل؟ في موبايل في الو. هو انقطع. ما عندك موبايل؟ موبايل اهدى ده. في احجام صغير وكبير يا اختي عليك. ده تمك شربات. لا الصغنن ده ما حبيتوش. ايه اكيد. بصي بقى ده انا ما افهمش في التكنولوجيا. الفيسبوك والواتساب ده انا ماليش فيه. جايز ابعت صوره على الواتساب لمصطفى تروح لممدوح. اصل الرومانسيه دي الايام دي ماتت يا ست منى. والله الناس بقت تحب وتتجوز وتطلق كل حاجه على الواتساب ده. لا يا اخويا ده انا مش عايزاه. سامي هذا طبعا. هذا تبع ابو ملك. ما تاخذوليش التليفون ما بيوقفش خالص. الو حسني بصي بقى ما تبقاش تكلمني تاني مفهوم؟ انت هتوديني في داهيه مع الناس. اقفل السكه وغور من وشي. شفت التليفون ده اكبر من وشي. اديني مرسي. الو يخرب بيتك على بيت سيسي انت وهو. انتوا بوظتوا الدنيا دي كلها. ما بقتش مصر ام الدنيا دي بقت مصر ام اللي خلفتك انت وهو. انا سامعه صوت اوباما جنبك اديهولي اقول له رساله في نافوخه. الو We are Egyptian woman. You are listen اوباما shut up your mouth. اوباما shut up your mouth. خلاص خلاص فاتن يعني ما الله عليكي عم تحكي كله مع رؤسة وعم بتهدديهم ويا ريت تظبطي لنا الوضع بلبنان يعني هيك بهالزخم. يا اختي لا الوضع عندكم ميؤوس منه. ما فيش ريس واحد اكلمه. هو كل واحد فاتح دكان على حسابه. برافو. هو كلم مين ولا مين؟ اقول لك بقى هستعمل التليفون ده اكلم محمود ياسين. ده انا بقالي من ايام امبراطوريه مين ما شفتوش. ده وحشني موت. اتكلمي معه. ده انا هكلمه. الله يخليكي بهالابيض. يعني بيقولوا مش فاتن حمامه فاتت حمامه. يا اختي عليك. الله عليك ما تقدرش تلم لسانك. الو ممدوح اصلا محمود. ازيك يا محمود. ده انا بكلمه ما تكسفونيش ولا تصوروش دلوقتي. ايوه يا حبيبي ده انت وحشتني موت. ازيك عامل ايه كويس؟ الحمد لله. انت فين مش سامعك؟ انت في العزبه؟ ما تنساش الفراخ. هتشوفني الساعة كام؟ لا ما اقدرش. ده انا بصور حديث البلد مع الست منى. هو انت اتلخبطت على طول؟ مش انا اللي حديث البلد دي الست منى. الله يا بيه ده انت تلخبط راسك على طول. ليه يا بيه ده انا عملت لك ايه يا بيه؟ اصل باين عليها جميلة كده بس هي من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. سلام. هو
هو ما يقدرش يختارها، ده لو اختارها ده انا هخلعه خلع ما شافش زيه اتنين. هقول لكم ان انا في زماناتي عملت فيلم اريد حلا، من ورا الفيلم ده اصبح للمراه الحق بانها تخلع جوزها وتطلقه، هي دي الافلام بتاعت زمان. ايه؟ يوه الو، ايه انتوا جوزتوني ليه؟ ما انا لسه ما خلعتش جوزي، مين العمده ده؟ لا استنوني، ده انا جايه لكم. ده مين؟ انا مش عارفه هما جوزوني للعمده ولا العمده ولا ايه. انا هروح اوضتي يا حبيبتي اخليها. مين ده؟ الو، ايه؟ ايوه استنوني، هات الموبايلات ده. بنتي يا كيتي تعالي خدي التليفون. تعالي يا كيتي. الأفلام المشرقة بتاريخ السينما العربية، شكرا لإلك بونيتا سعادة لأنك أخذتي هالدور بهالإتقان وعن جد استمتعنا فيه معك.